اهلا بيكم. النهارده هنتكلم في معلومه مهمه جدا وكلنا يمكن بنحتاجها، وهو ازاي تحمل فيديو من على اليوتيوب من غير اي برامج. الطريقه سهله جدا، مش محتاجه منك غير ان انت تركز معايا كويس جدا. اول حاجه هنفتح الجوجل كروم زي ما انتم شايفين كده، هنخش على اليوتيوب. هنكتب مثلا موسيقى جيتار، اي حاجة يعني، اي اغنية، اي موسيقى، اي حاجة انتوا عايزين تحملوها. هنختار الفيديو، هوم الفيديوهات، كل اللي هنعمله هنعلم على في العنوان فوق هنا، ادي العنوان اللي انتوا شايفينه، هنعلم على من اول هنا لاول HTTPS لحد الدوت زي ما انتوا شايفين سيليكشن اهو لحد الدوت او النقطة يعني. كل اللي هنعمله هنكتب SS وانتر. بيحمل اهو زي ما انتوا شايفين، يفتح الموقع. اول فيديو ظهر هنا قدامنا، وهنا كلمة داونلود، وهنا الاكستنشنز او الامتدادات. يعني انت بتختار الامتداد اللي انت عايزه في كل الاكستنشن، زي احنا اختار دوت الامتداد ده عشان يتحمل بسرعة. او لو بصيتوا معايا هتلاقوا على طول تحميل نزل تحت اهو، وكده الفيديو بينزل على جهازك وبتقدر تشغله في اي وقت، مش محتاج تخش على اليوتيوب تاني. زي ما انتم شايفين الفيديو نزل تحت اهو، اهو الفيديو بعد ما خلص اهو نقدر ان احنا نفتحه من هنا او شو ان فولدر وناخده كوبي اهو، وممكن نحطه على الديسكتوب مثلا او في اي مكان يعني، نحطه على الديسكتوب بيست ونقدر نشغله في اي وقت احنا محتاجين. في المحاضرة القادمة، ولو الفيديو عجبكم أتمنى إن انتوا تعملوا لايك وشير. يا برومان.